شو القصة جار؟ لك ليش هيك عملت؟ الله يصلحك. لا ما كان أملي فيك هيك منوم. لك هيك بتعمل فيه دكتور عبد الحميد؟ يعني معقولة؟ معقولة تشتكي علي للشرطة؟ قال يا شاكيا أخا حتى ترتاح من بلا للخير إجاك بذلك ولا إجا هيك يا منظوم هيك؟ يا أخي كنت تسألني قبل ما تعذب حالك وتشتكي، كنت قلت لك أنه أنا معي رخصة من البلدية والصحة والمالية والتموين والمحافظة والبيئة وال... هلا بزمتك ودينك، بزمتك ودينك، أنت غريبة وما بتعرفي شيء عن الموضوع، بس بزمتك يا من جمعنا من غير ميعاد، بجوز لهالإنسان يشتكي على جاره، لك بجوز مشان الله تحكي. لا والله ما بجوز. شايف؟ شايف الناس الكمال؟ شايف الناس المرباية؟ شايف الناس الشبعانة؟ شايف الناس اللي بتريد الخير للناس بحيث لا ضرر ولا ضرار؟ اللهم ربي يصلحك على عملتك ويطرد الشياطين والوساوس والعناكب من صدرك. إلهي يا رب. تفضل يا اختي 250 ليرة. تفضل. الله معك. شكرا. هات لشوف اللي شو بدك. طول بالك حبيبي، طول بالك. ليش طايش حجرك اليوم؟ ولك نفخت قلبي اللي خلصني. شو بدك؟ انا حبيبي حابب نفعك حتى ورجيك بل ما نقول اني انا احسن منك. يا سيدي بدي منك شربة سال. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إلك؟ لا اطمن، مو إلي، لجارنا ابو طلعت. ابو طلعت بكره بده يصور طبقي محوري وقال له الدكتور لازم ياخذ شربة مسهل. أقولك دكتور ليش بيعطوا مسهل للي بده يتصور؟ انا مثلا رحت اتصور مشان طالع باسبور، ما حدا طلب مني مسهل. ملعوبة. تفضل هاي المسهل. كتير عظيم، بس السؤال هلا يا ترى كيف بده ياخذ الشربة؟ من الأعلى ولا من الأسفل؟ لا تقلي ملعوبة. استغفر الله استغفر الله. مساء الخير. أهلين، شو هيك أنتِ؟ وين بدي أكون يعني؟ عند أختي. اوف، ليش اجوا من مصر؟ ايه يا بعدي اجوا من مصر، ولمعلومك بعد اسبوع رايحين على الهند. على الهند هيك فردفشه؟ ليش شو في بالهند؟ شو بده يكون فيه يعني؟